الطاقم، طاقم المؤسسة الاستشفائية معلم حسن على رأس حسين البريكسي وجميع الكيب راه ناس عارفين سيد واسم ونظام اللي محرم لهم العطلة الأسبوعية يسمحوا لنا، بصح عمل خيري هو أولى. ان شاء الله يكون ان شاء الله في ميزان حسنات. امين. يعني هذا اليوم ان شاء الله اللي راه هنايا واقف وراه يسعى للخير ان شاء الله تكون، نتمنى الله يكون ان شاء الله في ميزان حسنات. نشكر كاع الطاقم تاع الجمعيه من الكبير حتى الصغير، من رئيس الجمعيه الى اخر عنصر هنا في الجمعيه. ان شاء الله هذه المبادره كما قال الحاج غادي نكرروها ان شاء الله في اكتوبر مع ان شاء الله اكتوبر روز ان شاء الله، ونكون ان شاء الله على طيله السنه. كانت المبادرة العملية ناجحة 100%، نتمنى إن شاء الله هذه المبادرات تكون إن شاء الله على طول العام.